الدولار الأمريكي يحافظ على أرباحه في الجلسة الثانية من الربع الرابع، بينما دفعت قوة البيانات الأمريكية السندات إلى الأعلى. أيضا ازدياد التوقعات لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر لرفع الفائدة. هذا وقد أظهرت بيانات الـ ISM أن التصنيع الأمريكي توسع الشهر الماضي بأسرع وتيرة في 13 عاما، ويعود ذلك جزئيا إلى الآثار الناجمة من إعصارين رئيسيين، حيث ارتفع مؤشر المصنع إلى 60.8 بينما كانت التوقعات عند 58.1 وهو الأعلى منذ 2004. اليوم اليورو يخفف انتفاضته محاولة رئيس الوزراء الإسباني راخوي حل مسألة الاستقلال الكتالوني، بينما رفضت المفوضية الأوروبية استفتاء كتالونيا المتنازع عليه بموجب أنه غير قانوني وفقا للدستور الإسباني. هذا وسوف يعقد البرلمان الأوروبي نقاشا خاصا يوم الأربعاء حول هذه القضية. من ناحية أخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، وقد ترك بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير وقدم تقييما حذرا للاقتصاد. أما في أسواق العملات، فاليورو أمام الدولار ارتفع بنسبة 0.1% عند 1.1746، الجنيه أمام الدولار تراجع بنسبة 0.3% عند 1.3234، الدولار أمام الين والذي سنركز عليه اليوم ارتفع بنسبة 0.3% عند 113.07، العملتان مدعومة من خط الاتجاه السعودي، حيث نفضل مراكز الشراء فوق 112.75 مع أهداف عند 113.25 و113.50 في الامتداد. أما سعر المعادن فمنخفضة، حيث عززت البيانات توقعات ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع بنسبة 0.3 عند 1272. نفضل المراكز القصيرة تحت 1277 مع أهداف عند 1262 و1258 في الامتداد. أما الفضة فقد انخفضت بنسبة 0.3% عند 16.61 للأونصة. Trading Central Web TV، لويا لكوا.